مشاهدينا الكرام متابعينا هذا لا نزال إلى متواصلين في تغطيتنا لحفل زفاف الشاب عبد الرحمن كردي المحتفى به في هذه الليلة، والرجل الذي كذلك يدخل القفص الذهبي معلنا الوداع والمغادرة لعالم العزوبية. الفرحة اكتملت بعد مشاركة الأهل والأصدقاء والزملاء وأصدقاء هذا الرجل الذين أصروا على الحضور من مكة المكرمة ومن خارج مدينة مكة المكرمة لمشاركة الفرحة. معي في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق الكابتن طاهر أتوى الذي يعتبر من أصدقاء العريس. كابتن، بداية نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان على اليوتيوب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أيضا أرحب بك بالحضور، وألف مبروك للعريس وعقبال الشباب إن شاء الله. العريس بما أن أحد أصدقائك أنت شخصيا يغادر اليوم عالم العزوبية يلتحق بالقفص الذهبي، أكمل نصف ديني كذلك من خلال هذه الليلة الكثير من العوامل الإيجابية، أنت شخصيا ماذا تقول للعريس من خلال هذه المناسبة؟ والله أقول له ألف مبروك وعقبالنا إن شاء الله وعقبال الشباب كلهم، وأتمنى للشباب كلهم يحاولوا يقدموا للزواج. بما أنك شاب مؤكد وأكيد أنك ترغب بالزواج، لكن مؤكد أن هناك عوائق أو عوامل تقف كعائق أساسي أمام الكثير من الشباب عن الزواج، ما هي العوامل التي تمنع الزواج عن الشباب بالذات الآن حسب وجهة نظرك؟ والله هي إيش أقول لك، هي إصرار الشاب نفسه، إذا أصرر إنه يتزوج يقدر يتزوج، ما في أي يعني ما في صعوبات في الزواج، بالذات هنا في مكة ما في، كل الحاجات سهلة بإذن الله، بالذات الزواج أنت لو أقبلت له الله يساعدك ما في حاجة صعبة. طيب كابتن، نصيحتك اللي حابب تقدمها للعروسين بما أنهم يعني دخلا على عالم الزوجية وبما أنهم كذلك انتقلوا من مرحلة العزوبية إلى مرحلة الزواج وإلى مرحلة كذلك الدخول والانضمام للقفص الذهبي؟ الله يوفقهم، أكثر حاجة أقولها الله يوفقهم.